وأيضا دخلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية نادي الجامعات العشر الأوائل في العالم في عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع الأمريكي. وصعدت الجامعة إلى المركز السابع عالميا بعد تحقيقها 183 براءة اختراع في عام 2017، متفوقة بذلك على جامعات مرموقة مثل هارفارد وجون هوبكنز ومعهد كاليفورنيا للتقنية. سلام، كيف الخبر؟ طبعا خبر مفرح يعني اكيد يعني، واحنا جامعه الملك فهد للبترول والمعادن يعني من زمان ترى من الجامعات الصعبه الدخول اليها، من الجامعات الرائده في السعوديه يعني، صحيح. فما يدخلها غير العباقره اصلا يعني. بالضبط، هي جامعه فعليا زي ما قالت ريم من احدى الجامعات الصعب دخولها في المملكه، لازم تكون في نسبه معينه، لازم تكون لغتك واصله درجه معينه، ما شاء الله يعني. هي جامعة أصلا مرموقة من زمان، ولكن الحمد لله ومبروك حصولهم على هذه المرتبة. طبعا